पारे 21। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن حتى هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزل إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا إليك عليك الكتاب إلا يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالحسنة بالسيئة قولا ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتين بغتتهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يوم يخشاهم العذاب فيا فاعبدين كل نفس ذاقت الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئن من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له والله بكل شيء إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذا الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن دار الآخرة ليها الحيوان ولو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليمتعوا وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حولهم فبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاءه ليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضيع سنين لله أمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون من نصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد من قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم برسل من البينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدل الخلق ثم يعيد ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يوم يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحشي وحين تظهرون أخرج الحي من الميت وأخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آيات خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وما آتي أنا خلق لكم من أنفسكم أزواج التي تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آيات خلق السماوات واختلاف ألسنتكم وألبانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته تقوم السماء والأرض بأمر ثم إذا دعكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في الزبادة وخافون كخيفتكم أنفسكم. كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم غير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل الخلق إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه اتقوا وقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم من رحمة إذا فريق منهم يرمي المشركون ليكفروا بما آتينا فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزل عليهم سلطانا فهم يتكلموا بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ولم يرى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وإن في ذلك لآية لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه المسكين ومن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربى في أموال الناس فلا يربى عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عنا يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا أكثر مشركين فأقام وجهك وجهك الذين قدموا من قبل أن يأتيهم لا مرد له من الله يوم يصدعون ما كفر فعل كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يهدون ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن من فضل إن لا يحب الكافرين ومن آيات يرسل الرياح مبشرات والذي يلقاكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا نوحا ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومه فجاءوا من بينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح بشرا تثير سحابا فيفسد في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فطر الودك يخرج من خلاله فإذا أصاب من يشاء من عباده إذا يبشرون وإن كان من قبل ينزل عليهم من قبل لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرهم مصفرا لظلم من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم دعاء إذا ولوا مدبرين وما أتى بهذا العلم عن ضلالتهم لا تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيب خلق ما شابه العليم القدير ويوم تقول الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون بقول الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله لا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيوم ذي الله فعل الذين ظلموا ما عذرتهم ولا يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولا جئتهم بآيات لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك إن أنتم إلا مبطلون كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري الأول الحديث ليزل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آتنا ولا مستكبرا كأن لم أسمعك أنا في أذني وقرا فبشروا بعذاب أليم إن الذين آمنوا على الصالحات لهم جنات عند خالدين فيها بعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمل تدرونها ولقى في الأرض الأواسي أن تميد بكم وستفيها من كل دابة والزلام من السماء ما فمتنا به في أمي كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين لم يدنوا للظالمين في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر الله وما يشكر فإنما يشكر نفسه ما كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعد يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على ظهره وفصاله في عامين اشكر لي ولوالديك إليك المصير وإن جاهدك على تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إليك مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ويا بني إن هذا يثكم إذ قال أحبت من خردل فتكون في صخرة وفي السماوات وفي الذي يأتي به الله إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاغ خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضوا من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل ما أنزل عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعو إلى عذاب السعير وما يسلم وجهه إلى الله محسن فهو مسلم فقد استمسك بالعدل الوثقى إلى الله عاقبة الأمور وما كفر فلا يسوق كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتهم قليلا ثم ردتهم من عذاب غليظ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إن قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والذين الله والغني الحميد ولأن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مد بما سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير لم ترى أن الله يلجي الليل في النهار ويلجي النار في الليل وسخر الشمس والقمر ولم يجري لأجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك وإن الله الحق وأن ما يدور عن يدونه الباطل وأن الله العلي الكبير ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشهم موج وكذبوا لدعوا الله مخلصين الذين فلما نجب للبر فمنهم وقتصدوا ما جحدوا بآياتنا إلا كل ختان كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والد شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وما يعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل والحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من يدعون من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب الشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من يطين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سبحانه فق في من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أيضا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم لقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولا ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أسرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إننا موقنا ولا شئنا لآتنا كل نفس هداها ولكن حق القول من إلا أم لأن جهنم من الجنة وناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما من بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم لا يستكبرون
يستكبرون تتجافى جنوبهم للمضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كما فكان فاسقا لا يستبون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وذوقوا الا لم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي فثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون لقد أتينا وسل الكتاب فلا تكن في مله من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أن ربك يفصل من يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكننا في ذلك لآياتنا فلا يسمعون أولم يرى أن نسوق الماء إلى الأرض الجرج فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل بل فتح الله فالذين كفروا إيمانهم لهم يضرون فأعدنهم تدري إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما وحليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف ما جعل أزواجكم لا تظاهرون منهن أمتكم ما جعل أدعياءكم أبناءكم لا ذلكم قول بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبا يقسطوا عند الله فإن تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين وموالكم وليس عليكم جناح أخطأتم فيما أخطأتم ولكن ما تعمدوا قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أبس وأزواج أم أنتم أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب والسورة وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدق وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسل إليهم الريح وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذا قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا واستأذن فريق منهم النبي يقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريد دون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من القطار هزم سئل الفتنة الآتى وهو ما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد أعلن عهد الله من قبل الآية ولولا أدبر كان عهد الله مسؤولا قل لن يفعكم الفرار إن فرتم من الموت والقتل إذا لا تمتعون إلا قليلا قل ماذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أراد بكم رحمة ولا جند لهم من يد الله ولي ولا نصيرا قد يعلم الله المعروف في قدميكم القائلين لخادم هلم إننا ولا تؤتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعينكم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على خير لا يكلم يؤمن فأحبط الله أعمالهم ما كان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يهدوا ويأتي الأحزاب يبدو لأنه بادنا في الأعراب يسألون عن أمدائكم لو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم نرى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله قصد وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدق ويعذب المنافقين ان يشاء ويتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروا من اهل الكتاب من الصياصين ما قذفوا في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وارثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا ايها النبي قل لزوجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنت تريدين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات ما يكون أجرا عظيما يعني نساء نبيك من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.